قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشمل نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد لا يطمئن وينشرح ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا ذكرى تخيل لو أن أحدا زارك ودخل دارك أكرمته وبذلت له غاية ما يبذل لمثله ما من خير إلا بذلت له وما من شر إلا وصرفته عنه هششت وبششت في وجهه تفضلت عليه وبدلا من أن يشكرك وبالخير يذكرك وإذا به قام إليك يسبك ويشتمك يتكلم عليك ويسخر منك يهشم أثاث بيتك يضرب غلمانك تعرض لك بكل مساءة ماذا يستحق هذا منك أن تطرده مذموما مدحورا أن تخرجه من بيتك من غير رجعة ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى نحن في ملكه وفوق أرضه وتحت سمائه ونعصيه بنعمه سبحانه وتعالى فما طردنا ما طردنا ما حرمنا فضله وإنما ما زال يمهلنا سبحانه ويعطينا ويغنينا ويتفضل علينا سبحانه وبحمده لماذا؟ لأنه الحليم فهو يحلم على من يستحق العقوبة ويعطيه الفرصة من بعد الفرصة الكرة من بعد الكرة مرة من بعد مرة لماذا؟ ليتوب ويؤوب أليس هذا من حلم؟ فسبحان من حلم بعد الاقتدار وأمهل مع طول الانتظار ورزق من عصاه بالليل والنهار له الحمد والثناء الجميل على حلمه الواسع وستره المتتابع وبرهان إعذاره القاطع ألا ما أحلم الله سبحانه وتعالى الحليم الذي اتصف بهذا الوصف العظيم ألا ما أحلم الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه والذي مع ملكه العظيم يمهل عباده إذا فرطوا قال ربنا جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذنا بذنوبنا لأخذنا عن آخرنا ولما أبقى على هذه الأرض من ديار والله سبحانه وتعالى لو شاء لعاقب العباد من أول ذنب ومن أول خطيئة ودمر الأرض بمن عليها لكنه من رحمته وحلمه سبحانه وتعالى يعاقبنا ببعض الذنوب ببعض السيئات ببعض الخطايا لنتوب ونؤوب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لما؟ لعلهم يرجعون لأنه الحليم سبحانه وتعالى لم يعاقبنا بذنوبنا جميعا بل إنه ربما يأتينا
شيء من العقوبة لنصحح المسار مع الله عز وجل، نصلح ما بيننا وبينه جل في عليائه. فعقوبته حلم، ودفعه العقوبة العظمى حلم، فهو الحليم في كل حال سبحانه وتعالى. أخي الكريم، أختي الكريمة، كم عصينا الله عز وجل، كم أتينا بالعظائم، كم اجترحنا من خطايا، كم فعلنا من سيئات. راجع مع الأيام، في يومك هذا ماذا فعلت من معصية الله عز وجل؟ في أمسك ماذا صنعت من ذنوب؟ ماذا أحدثت من عيوب؟ تصور أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء، والذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، مع ذلك فهو سبحانه وتعالى يدعك وأنت تبارزه بالمعصية. ها أنت ما زلت بقوتك وصحتك وعافيتك وإمهال الله عز وجل لك، لم يأخذك بذلك الذنب، لم يعاقبك بتلك السيئة، لم ينزل عليك العقوبة سبحانه وتعالى، أوليس هذا من حلمه سبحانه؟ إنك وقد أغلقت الأبواب كلها وأصبحت في جنح الظلام تبارزه سبحانه وتعالى بالعصيان، تركك الله تبارك وتعالى، ترك لك زمانا تؤوب إليه وترجع، يمد لك في الأجل، يعطيك الفرصة بعد الفرصة حتى تؤوب وتؤوب. هذه العين عصيت الله عز وجل بها، أين عينك؟ ما زالت في رأسك تنظر بها وتذهب وتغدو بها، ما سلبها منك؟ إنك وأنت تستمع إلى ما حرم الله، فالله تبارك وتعالى لم يؤاخذك ولم يأخذك عز وجل بما استمعت من الحرام. هذه اليد بطشت بها في حرام في يوم الأيام، أين هي الآن؟ ما زالت في جنبك بخير وعافية، تستخدمها فيما تحب، سبحان الله ما سلبها منك. هذه القدم كم مشيت بها إلى معصية الله عز وجل، كم حملتك هذه الأقدام إلى معاصي الرب سبحانه وتعالى، كم حثثت الخطأ إلى الخطأ، وما زلت تتنعم بهذه النعمة، لم يسلبها منك سبحانه وتعالى. إنك وأنت تمضي بقوتك إلى معاصيه سبحانه وتعالى وما حرمه، ومع ذلك فإنه جل وعلا تركك على قوتك وأمدك بعافية منه سبحانه وتعالى. يا إخواني وأخواتي، والله لو أن الله عز وجل يؤاخذنا بأي ذنب من ذنوبنا لاستوحشنا في الدنيا ولما بقي على ظهرها أحد، لأننا أهل الذنوب والمعاصي، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا، ينظر إلينا ويطلع علينا وهو قادر على أن يؤاخذنا بذنوبنا، لكنه ما أخذنا بها ولم يؤاخذنا عليها. عجيب منك أيها العبد، تقويت بنعم ربك فعصيته، عجيب منك أيها العبد،